نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين الفضائية. أنا خالد الشريدي وزميلتي جين سيد خان. أهلا بكم. وجه الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين رؤساء الوحدات الإدارية باعتماد السياقات القانونية ومنع التجاوز على الإجراءات الرسمية تحت أي ذريعة. وأكد محافظ صلاح الدين عدم تعامله مع أي طلب خارج الضوابط، مطالبا خلال اجتماع موسع مع رؤساء المجالس والوحدات الإدارية في المحافظة لمناقشة الاحتياجات بتوفير الخدمات وبتحمل مسؤولياتهم في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي العمل الجاد من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتسهم في تعزيز حالة الاستقرار المجتمعي في عموم مناطق المحافظة.